أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج وراء الحدث، ونناقش فيها: الإيجاد تنتظر رد الدعم السريع بعد موافقة البرهان على مبادرة وقف إطلاق النار، هل يستجيب طرف النزاع للنداءات الدولية؟ عشرات القتلى ومئات الجرحى في اشتباكات قبلية بولاية غرب دارفور، ماذا بعد دخول القبائل على خط المواجهات بالسودان؟ الأزمة التي تضاعفت على مستويين سياسي وعسكري لم تظهر فيها مؤشرات تحدد مسارا واحدا للتسوية لهذا الصراع، زادها خروج قيادات النظام السابق من السجون تعقيدا. وبينما يبدو أن التوافق السياسي بعيدا ومستبعدا في الوقت الحالي بين الطرفين، وهو ما تشي به تصريحات كل من قادة الجيش والدعم السريع اللذين أكدا مرارا ألا تفاوض حاليا، فإن الهيئة الحكومية الإفريقية للتنمية دعت الطرفين إلى إرسال ممثلين عنها للتفاوض في جوبا عاصمة جنوب السودان. المنظمة دعت أيضا إلى تمديد الهدنة لثلاثة أيام أخرى، إلا أن أعمال القتال عادت لتستأنف، بما يشير إلى أن قناعة لم تتزحزح بين الطرفين بأن الحسم العسكري هو الحل الوحيد. قيادة الجيش السوداني كلفت عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي بتمثيل الجيش لبحث مبادرة منظمة إيجاد، بينما لم تعلن قوات الدعم السريع عن ممثليها إلى المفاوضات. مبادرة إيجاد إذا ما شقت الطريق إلى جوبا فإنها ستواجه السؤال الحرج: المفاوضات حول ماذا؟ أهي مفاوضات حول آليات وشروط دمج الدعم السريع بالجيش، أم أنها مفاوضات تتعلق بمطالب سياسية من قبيل تسليم السلطة إلى المدنيين وإبعاد فلول النظام السابق وإعادة الفارين منهم إلى السجون؟ فهل تنجح إيجاد في فتح الطريق أمام عودة السلام إلى السودان؟ وما هي القضايا التي يمكن للمفاوضات أن تتناولها؟ وماذا تعني عودة أعمال القتال لتستأنف على أشدها في ظل هذه المبادرة؟ ينضم إلينا ضيوفنا من الخرطوم أحمد موسى، المستشار القانوني للمجلس الأعلى لنظرات البيجا والعموديات المستقلة، ومن باريس دكتور محمد تورشين، الكاتب والباحث السياسي، ومن القاهرة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. أبدأ من الخرطوم. سيد أحمد، هل من معلومات عن مصير المبادرة التي طرحتها الإيجاد؟ طيب، مساء الخير لك وللعاملين بقناة الغد ولمتابعي القناة. أول حاجة اسمح لي نقسم السؤال إلى سؤالين متعلق بالمبادرة المقدمة من منظمة الإيجاد. السؤال الأول: هل المبادرة هذا قبلت رسميا أم ستقبل رسميا؟ السؤال الثاني: إذا قبلت، ما هي حظوظ الحوار الذي ربما يتم إلى
في الوصول إلى نتائج تفضي إلى نزع فتيل الأزمة الحالية. نعم طيب، السؤال الأول فيه تعقيدات نقولها بوضوح شديد. الآن هنالك أمران يجب أن نقف لديهما. الأمر الأول، الآن هنالك حدث تمرد من مجموعة عسكرية على المؤسسة العسكرية القومية الرسمية في البلاد بمحاولة تغيير نظام الحكم في البلاد، حسب ما هو وارد في التصريحات المختلفة لقيادات الدعم السريع، لغرض فرض الاتفاق الإطاري على المؤسسة العسكرية وعلى كثير من القوى السياسية الرافضة. طيب، يبقى السؤال، نتيجة ذلك التمرد حصل ترويع للمواطنين، حصل تهجير للمواطنين، حصل إخلال كبير جدا بالأمن، مما ألقى بالتزام على الجيش أن يدخل في مواجهة مع قوات الدعم السريع للقيام بواجباته القانونية نحو تطبيق القانون طيب والحفاظ على الأمن. نعم طيب، السؤال، الآن هنالك التفاف جماهيري كبير حول الجيش فيما يقوم به من إجراءات حالية وتدابير نعم عسكرية. الآن القرار لم يعد قرار مملوك بكلياته إلى المؤسسة العسكرية، ولكن رغبات الشارع السوداني وآمال الشارع السوداني في ضرورة نزع فتيل هذه الأزمة بشكل نهائي، وليس معالجات يمكن أن تعيد الحال لما كان عليه، ويمكن أن تؤدي في أي من المستقبلات القريبة إلى حالة جديدة من الخلاف. هذا الضغط الجماهيري يشكل ضغط على الهيئة القيادة في المؤسسة العسكرية لاتخاذ القرار، وبكل تأكيد سيكون هو واحد من الموضوعات التي ستضعها الجهة التي ستقبل رسميا أو ترفض نعم الحوار. الحوار كمبدأ لا يمكن رفضه، لا يمكن لأحد أن يقول أنني أرفض الحوار. نذهب إلى السؤال الثاني، ما هي أجندة الحوار؟ على ماذا نتحاور؟ نعم الجيش ولكن لديه سيد أحمد، حتى نسير بخطوات متتابعة، نعم الدعم السريع لم يعلن رأيه حتى الآن، ولم يعلن قبول هذه المبادرة في الأصل. نعم هذه أزمة. هنالك عدة هدن تم الاتفاق عليها في المرحلة السابقة وتم اختراقها بواسطة الدعم السريع لسبب بسيط جدا، هو انفصال العلاقة بين القوات الموجودة في الميدان والقيادة للدعم السريع. لا يعلم أحد حتى الآن أين قيادة الدعم السريع، وكيف تتواصل مع مجموعاتها في الميدان. هذا السؤال يقودنا إلى ما ذكره السيد وزير خارجية دولة جنوب السودان من أن مندوبي دولة جنوب السودان يواجهون الأمرين في إيصال المبادرة المكتوبة إلى قيادة الدعم السريع، بما يشير ويشير إلى عدم وجود قيادة فعلية للدعم السريع لأسباب لا نعلمها. هل طيب أخفت نفسها؟ هل نعم تعاني من مشاكل؟ هل اختفت كليا؟ هذه مسائل في علم الغيب، ولكن النتيجة الماثلة أمام الجميع الآن أن الدولة التي تحمل المبادرة لا تستطيع إيصالها. حتى وصول هذه المبادرة عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، قنوات الفضائية وغيرها. طيب سأعود إليك سيد أحمد، ولكن اسمح لي أذهب نعم إلى باريس. دكتور محمد، البيان الذي صدر عن القوات المسلحة يتحدث عن قبول هذه الهدنة من قبل القوات المسلحة وإرسال أحد الممثلين، السيد أتذكر الاسم، سيقوم بإرسال أحد الكباشي، السيد الكباشي الفريق إلى هناك للتفاوض، في حين أن الخارجية السودانية ترفض فكرة هذا التفاوض وتقول أنه لا تفاوض مع الدعم السريع. في البدء التحية لك وللسادة المشاهدين الكرام وضيوفك الأكارم. أنا في تقدير الأزمة السودانية ظللنا نؤكد بأنها معقدة، وهنالك تأثيرات ومؤثرات من الخارج من قبل قوى إقليمية ودولية لها مصلحة فيما يجري في السودان، وهذا ظاهر منذ الوهلة الأولى بأن هنالك أطراف لديها مصالح لا يمكن أن تتخلى عن هذه المصالح،
وهذا باين حتى في تصريحات المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية بالرغم من أنها أبدت من حيث المبدأ قبول المبادرة وتسمية الفريق شمس الدين كباشي ممثلا لها لدى التفاوض أو لدى منظمة الإيجاد لمباحثة هذا الأمر أو مناقشته، في الاتجاه الآخر بنجد الخارجية السودانية ترفض هذا الأمر، ولا يمكن أن نتحدث بأن الطرفين ليس على وفاق أو ليس على عمل مشترك. الخارجية السودانية والجيش على عمل وعلى اتصال وعلى تنسيق مباشر منذ الوهلة الأولى، ونلاحظ بأن في ظل غياب أجهزة الشرطة والقضاء وكل مؤسسات الدولة، لكن الخارجية ظلت حاضرة تصدر بيانات. فإما أن تكون هنالك جهة ظلت تختطف القرارات التي تصدر من الخارجية، هنالك تبادل مواقف وأدوار بين الجيش السوداني والخارجية. الاتجاه الآخر أيضا، هذه المبادرة منذ الأمس تم الإعلان عنها، الدعم السريع لماذا لم يستجيب ولم يرد عليها؟ أنا في تقديري مسألة أن هنالك عدم تواصل بين القيادة وعدم قدرة الطرف الآخر على التواصل مع قيادة الدعم السريع. هذا الأمر لا يمكن تصديقه، لأن قيادة الدعم السريع ظلت على تواصل مستمر مع وزير الخارجية الأمريكي، ظلت على تواصل مستمر مع الاتحاد الأفريقي جوزيف بوريل ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بمعنى أن هذه القيادات لديها تواصل مع المجتمع الدولي، ويمكن للإيجاد أن تتواصل مع الاتحاد الأوروبي أو تتواصل مع الاتحاد الأفريقي حتى يتسنى لها التواصل مع القيادة. لكن أنا في تقديري هنالك طرف هو الذي دعم الدعم السريع وجعله يدخل في هذه المعارك الصفرية العدمية، وبالتالي هذا الطرف هو الذي بيده إصدار القرار النهائي، وربما الآن هنالك مباحثات ومشاورات حتى يتم إصدار هذا القرار النهائي بقبول هذه المبادرة أو رفضها. أنا أفهم صياغات هذا الأمر بهذه الشكلية حتى نكون أكثر وضوحا، فبالتالي هذا ما يعقد الأزمة أكثر. وهذا يحيلنا للسؤال الذي طرحتموه في مقدمة البرنامج، على ماذا التفاوض؟ على نعم. ماذا التفاوض؟ الدعم السريع هي قوة عسكرية ليس لديها ذراع سياسي ولا تتحدث في السياسة. هل التفاوض حول القضايا السياسية وقضية الدعم الدمج في المؤسسة العسكرية وكذلك أو حول قضايا سياسية أم ماذا؟ فبالتالي هذا سيكون أيضا تعقيد حديث. وأنا أؤكد لك، في ظل وجود القيادات الحالية، اللجنة الأمنية لنظام عمر البشير، وفي ظل قيادة ميليشيا جنجويد اللي هي الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دبلو، من الصعب جدا أن يتم التوصل إلى تفاهمات. وإن تم التوصل إلى تفاهمات بضغوط من المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المعركة أنا في تقديري ستكون مؤجلة وستندلع في يوم من الأيام في نفس المكان وفي ذات التواقيت أو في تواقيت مختلفة، لكن نعم ستندلع مجددا. نعم وهذا الحديث تحدثته في العام 2019، لكن الكثير لم يستجيب نتيجة لمصالح ذاتية ونتيجة لمصالح أحزاب، لكن الآن طيب. وقع ما كنا نخشى منه. فالآن التحدي الحقيقي لمعالجة هذا الأمر ينبغي أن يتم بكل تجرد بكل موضوعية، ولا يتم أي معالجة في ظل وجود القيادات الحالية للجيش والدعم السريع، باعتبار أن القيادات لديها مصالح، وأن الصراع الآن الذي يجري في السودان هو صراع حول السلطة طيب والثروة نعم، أذهب إلى القاهرة سفير حسين هريدي. من الذي يحدد إطار هذه المفاوضات إن تمت وتم القبول بهذه المبادرة وهذه الهدنة؟ هل الإيجاد تضع الإطار لهذا التفاوض وعلى ماذا يتم التفاوض، أم يترك للطرفين؟ يعني مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أتصور أن مبادرة الإيجاد بتمثل بارقة أمل في احتمال وقف الاشتباكات، بمعنى آخر اتفاق أطراف المعنية في السودان على هدنة إضافية، هدنة الخامسة لمدة 72 ساعة، كمقدمة أو كتمهيد لمباحثات بين الطرفين الجيش وقوات الدعم السريع حول كيف المضي مستقبلا في تسوية أولا المشاكل القائمة بين الطرفين، ثم ثانيا كيف نضمن عملية انتقال السودان إلى الحكم المدني الديمقراطي بعيدا عن شبح وعن سيف استئناف القتال مرة أخرى. حتى الآن المجتمع الدولي والإيجاد في انتظار رد قوات الدعم السريع.
في حالة انعقاد المباحثات أنا أعتقد في جوبا، أعتقد دي هتبقى مباحثات تمهيدية يتفق عليها ما بين الإيجاد والجيش ممثل الجيش السوداني وممثل الدعم السريع على أجندة أعمال اللقاء المفترض الاجتماع اللاحق الذي يجمع القيادتين المعنيتين في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أي أن المباحثات التي ستجرى في جوبا في حالة موافقة قوات الدعم على المشاركة فيها أو الاستجابة لمبادرة الإيجاد هي مباحثات استكشافية تمهيدية. لكن يجب قبل ذهاب الجميع إلى جوبا في حالة الموافقة على ذلك، يجب الانتصار لفكرة الدولة في السودان، يجب الانتصار لفكرة الدولة من جانب الجيش السوداني، من جانب قوات الدعم السريع، من جانب كافة القوى السياسية. القضية الآن هي الدولة في السودان، لأنه الدولة غائبة في السودان، الدولة سلطة سياسية، سلطة شرعية معترف بها، معترف لها شرعية داخلية من كافة القوى السياسية السودانية، تعمل على جمع على لم الشمل وتكون هي السلطة الفوقية، يخضع لها الجيش السوداني وقيادات الجيش السوداني. أما بالنسبة لقوات الدعم السريع فلا شك أن أي اتفاق سواء حضرتك مرحلي أو دائم ينبغي أن يتعامل مع قوات على مستقبل وعلى وضعية قوات الدعم السريع. لا يمكن في أي حديث عن المستقبل الديمقراطي للسودان كما يتطلع إليه الشعب السوداني أن تظل هذه القوات كما هي عليه الآن. من ناحية أخرى، قوى الحرية والتغيير والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ينبغي أن يعيدوا قراءة المشهد السياسي بأكمله، ويكون لديهم الشجاعة الأدبية للنقد الذاتي. هل هم بمواقفهم أسهموا بطريقة أو بأخرى إلى وصول السودان إلى هذا الوضع المأساوي؟ نعم. الذي ينبغي أن ينتهي في أسرع وقت ممكن. بمعنى آخر، أنا أعتقد أنه الجهد المطلوب ليس فقط من جانب القوات المسلحة السودانية أو من قوات الدعم السريع، وإنما الجهد المطلوب لضمان الأمن والاستقرار على مدى زمني بعيد هو أن كافة القوى السياسية السودانية تنتصر لفكرة الدولة. طيب، اسمح لي أذهب بهذه النقطة إلى الخرطوم السيد أحمد موسى. السيد أحمد، القوى المدنية بالفعل تقف في شكل يشبه الحياد مما يحدث، ما موقف نظرات البيجا مما يحدث الآن؟ نظرات البيجا موقفها أوردته في بيان واضح أنها تقف قلبا وقالبا مع الجيش السوداني، ليس وقوفا مع الجيش السوداني كمؤسسة عسكرية، وإنما وقوفا مع الشرعية الدستورية ومع الشرعية القانونية. نحن نقف مع القانون الصحيح، حيث أن قوات الدعم السريع هي قوات حسب قانون الدعم السريع نفسه وحسب قوانين القانون القوات المسلحة يتبع للقائد العام للقوات الشعب المسلحة. من هنا كان موقف مجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة. ولكن يعني حتى قبل هذه المعارك كان لشرق السودان أو لنظارات البيجا العديد من المواقف التي تعارض الخطوات التي يتخذها الجيش. نعم، عشان كده أنا بقول لك إنه إحنا لا نقف مع الجيش كمؤسسة فقط. الجيش هو الجيش القومي، إن أخطأ هو الجيش القومي وإن أصاب هو الجيش القومي. الآن الجيش يقوم بالتزام دستوري في الحفاظ على الأمن وتطبيق القانون. هذه قضية لا تقبل إنصاف الحلول ولا تقبل الوقوف في الحياد. يجب أن تكون مع هذا الموقف أو ضده، ولكن أن تكون محايدا في موقف يجب أن تتخذ فيه قرارا واضحا، فأنت تكون قد اتخذت قرارا ضد
ذلك الموقف. نعم لذا كان موقف وسيظل موقف المجلس الأعلى للوزارات البيئة مع التطبيق الأمثل للقانون ومع الحفاظ على النظام الدستوري والحفاظ على الأمن، أمن المواطن. لذا نحن نقف مع الجيش، والآن الولايات الشرقية كلها جماهيرها قواها السياسية والمدنية تقف مع الجيش وتوفر كل المعينات والآليات نعم المطلوبة نعم لمعالجة الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد من خلال توفير المكان وتوفير الآليات والأجهزة التي تعين السفارات والبعثات الدبلوماسية والأممية، سواء كان في ممارسة أعمالها من خلال مدينة بورت السودان أو الخروج إلى مدينة جدة لإجلاء هذه البعثات. وقد قام المجلس الأعلى لنظارات البيئة بدور كبير جدا في هذه المسألة، ويستقبل ولاية الشرق كثير جدا من الذين غادروا البلاد لظروف الحرب، وفتحوا لهم الأبواب وفتحوا لهم القلوب والصدور قبل الأبواب. هذا موقف المجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة. طيب أذهب إلى باريس دكتور محمد، ما معنى أنه في جميع الهدن التي تمت قبل ذلك تكون الموافقة الأولى للدعم السريع ثم يأتي الجيش أو القوات المسلحة بعد ذلك بالموافقة، هذه المرة وعلى هذه الهدنة والمبادرة أيضا تأتي الموافقة سريعة من الجيش ولا يأتي رد أصلا من الدعم السريع حتى الآن؟ أنا في تقديري ربما المؤسسة العسكرية تعلم ماذا تريد، يعني إذا كانت في ظروف الحرب لديها تصورة أو في الظروف السلمية لديها تصورة، وهو مرتبط بدعم القوات الدعم السريع في الجيش السوداني. وفي الاتجاه الآخر أذهب ما قلته بأن هو الدعم السريع إرادتها وقراراتها مقتطفة لدى جهة هي التي دعمتها وهي التي حرضتها، سواء كان بعض القوى السياسية المتهمة في ذلك أو القوى الإقليمية. فأنا في تقديري هذا الأمر واضح للعيان، باعتبار أن منذ الوهلة الأولى القوات المسلحة وافقت لكن الدعم السريع لم يوافق. هنالك أيضا جزئية ينبغي الإشارة إليها وهي أيضا الموقف العملياتي. دائما في الحروب ودائما في العمليات العسكرية يوافق الطرف الذي يحقق انتصارات ولو نسبية على أرض الواقع، باعتبار أن ذلك يمنحه ميزة تفضيلية أثناء التفاوض أو أثناء المباحثات. فكلما كان الطرف متقدم على الموقف العمليات كلما وافق ورغب في أن يحقق مكاسب على طاولة المفاوضات. فربما أيضا الدعم السريع ليس لديه انتصارات فعلية على أرض الواقع يتكئ عليها في مسألة المفاوضات، فهذا أيضا من المسائل التي أرجأت مسألة موافقته على وقف إطلاق النار والدخول في مبادرة الإيجاد. نعود إلى القاهرة السفير حسين، في مثل هذه الحالات عندما تطرح منظمة مبادرة أو هدنة، ألم يكن قبل طرح هذه المبادرة اتصالات منها للجانبين حتى تتأكد من قبول هذه الهدنة وهذه المبادرة قبل أن يتم طرحها؟ وإلا لماذا يتم طرحها إذن؟ يعني أنا أعتقد رد الفعل الدولي ورد الفعل الإقليمي ورد الفعل العربي للاشتباكات في السودان منذ أسبوعين هو أدى إلى تحرك الإيجاد. وكما تعلم حضرتك السودان عضو أساسي في هيئة تنمية شرق أفريقيا، وفي مخاوف كبيرة إن إذا خرجت الأمور عن السيطرة في السودان حاشا الله إنه تداعيات ذلك ستخرج في كافة الاتجاهات بما في ذلك كل الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد. فالدول الأعضاء لها مصلحة أكيدة في إنهاء هذه الاشتباكات ووضع السودان على المسار الصحيح. لكن طبعا حضرتك كما قلنا في الفقرة السابقة، المباحثات اللي يمكن أن تستضيفها جوبا هي مباحثات استكشافية سيتم الاتفاق فيها في تقديري على بنود جدول أعمال أي لقاء يتم بين القائد العام للجيش السوداني وبين قائد قوات الدعم السريع أو من يتم تفويضه للجلوس على مائدة مفاوضات جدية جادة ذات مصداقية من أجل إنهاء هذه الاشتباكات بصفة دائمة
والاتفاق على الخطوات المستقبلية. على سبيل المثال، هل سيتم إعادة العمل بالاتفاقية الإطارية كما هي، أم سيتم إدخال تعديلات عليها، أم سيتم الاستغناء عنها وصياغة اتفاق سياسي جديد كلية يتناول كل المشاكل التي نجمت عن ما يمكن أن نسميه الجمود السياسي في السودان بعد 25 أكتوبر 2021. واضعين في الاعتبار أنه كلما زادت الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية، كلما زادت مع ذلك المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار في السودان. وفي هذا السياق، مستقبل ووضعية قوات الدعم السريع نقطة في غاية الأهمية في أي مفاوضات جادة ذات مصداقية يمكن أن تنبثق عن مبادرة الإيجاد. نعود إلى الخرطوم. سيد أحمد، برأيك ما الذي يمكن أن يتفاوض عليه الطرفان؟ نعم، هذا السؤال الأكثر تعقيدا. الآن كل طرف يعتبر على أو الطرفان يعتبرا طرفين نقيض في مواقفهم تجاه المسألة. فيما يختص بالقضية الأساسية المتعلقة بدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، هذه قضية كانت تخضع للحوار بين الطرفين، وكان الطرفان يعملان بشكل جاد وجدي لمحاولة الوصول فيها إلى اتفاق بينهما. ثم تفاجأنا بما قامت به قوات الدعم السريع من محاولة، حسب ما هو وارد في تصريحات قياداتها، من محاولة تغيير نظام الحكم لتمرير الاتفاق الإطاري، أي تمرير الاتفاق الإطاري بقوة السلاح. هذه المسألة تركت أمامنا عدة مسائل. المسألة الأولى هو الحوار الأساسي حول عملية الدمج، تواقيته وكيفيته إلى آخره. المسألة الثانية التي أضيفت إلى هذه القضية هي قضية التمرد. التمرد هو تمرد عسكري على المؤسسة القومية الأساسية. وهنالك مسألة ثالثة أكثر تعقيدا، هي مسألة تغويض النظام الدستوري الذي ربما يقف حاجزا حتى على القائد العام من إعلان العفو، لأن القائد العام يمكن أن يعلن العفو في مسائل المتعلقة بمسائل التمرد العسكري ومسائل الحرب، ولكن التغويض النظام الدستوري هو قضية جنائية لا يقبل فيها العفو في هذه المرحلة. هذه التعقيدات يمكن أن تقفز المؤسسة العسكرية عليها لمحاولة الوصول إلى حل وطني يحقق الأمن والاستقرار للبلاد. ولكن سيظل موقف المؤسسة العسكرية حتى هذه اللحظة هو ضرورة تسليم الدعم السريع، التسليم الكامل أو التدمير الكامل حسب ما هو وارد في البيانات العسكرية اليومية. هذا الموقف بكل تأكيد هو موقف سيكون مرفوضا بكلياته لقوات الدعم السريع، التي لديها موقف أيضا من ضرورة قبول ما تراه في مسألة الدمج من تواقيت هي تواقيت تعجيزية، ومن ضرورة الضغط على المؤسسة العسكرية بقبول الاتفاق الإطاري بشكله الراهن، الذي يجد معارضة من كثير جدا من القوى الوطنية، والذي يقود البلاد إلى حالة من حالة عدم الاستقرار. الموقفان فيهما كثير من التعقيد. لا يتوقع أن يقبل الدعم السريع بموقف المؤسسة العسكرية، ولا يتوقع أن تقبل المؤسسة العسكرية بموقف الدعم السريع. والوصول إلى طريق ثالث يجمع بين الرأيين، أو محاولة تقريب وجهات النظر بينهما، أيضا يصبح فيه كثير من التعقيد. كما ذكرنا في بداية هذا اللقاء، من رأي الشارع السوداني حول وضعية الدعم السريع في سنعود إلى موقف الشارع السوداني في القسم الثاني، بالإضافة إلى موقف القبائل السودانية. ولكن قبل ذلك أذهب إلى القاهرة مرة أخرى. السفير حسين، ما ثقل منظمة الإيجاد في التأثير على الطرفين؟ لأن كانت هناك نداءات قبل ذلك من الأمم المتحدة ومن أكثر من دولة
ولم يتم الاستجابة أو لم يتم القدرة على الموافقة على المبادرات التي طرحت، هل الإيجاد لديها التأثير على الطرفين؟ الإيجاد منظمة لها وضعها حضرتك في شرق أفريقيا وداخل الاتحاد الأفريقي وفي المجتمع الدولي. نعم. وطبعا أتصور أنه التحرك الإيجاد حضرتك جاء بالتنسيق بين الإيجاد والأمم المتحدة ودول في الإقليم ودول أخرى، ونحن نتحدث عن مبادرة الإيجاد يجب أيضا أن نضع في الاعتبار ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يوم 24 أبريل الجاري، والذي أعلن من خلاله عن هدنة اعتبارا من منتصف الليل 24 أبريل ولمدة 72 ساعة. وورد في هذا البيان حضرتك تشكيل لجنة يتفق على الدول الأعضاء فيها للإشراف على مباحثات، فأعتقد أنه في تنسيق بين عواصم دول الإيجاد ومع تحديدا مع واشنطن ومع الأمم المتحدة. والعناصر الأساسية حضرتك في مبادرة الإيجاد تتفق مع مواقف المجتمع الدولي وتحديدا ما طلب به سكرتير عام الأمم المتحدة ومع مواقف الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول العربية وجامعة الدول العربية. وبالتالي حضرتك يعني مبادرة الإيجاد عندما نحللها يعني أعتقد أن احنا يجب أن نضعها في الإطار الأفريقي والإطار الدولي، بمعنى آخر أن هذه المبادرة ليست مبادرة أحادية الجانب، وإنما هي مبادرة تأتي من هيئة التنمية شرق أفريقيا، وهي يعني منظمة إقليمية لها اعتبارها والسودان عضو فيها وكافة الدول الأعضاء فيها دول مجاورة للسودان، وبالتالي للسودان وكافة الأطراف السودانية سواء المكون العسكري أو الدعم أو قوات الدعم أو القوى السياسية السودانية لها مصلحة أكيدة أنها حضرتك تتجاوب مع هذه المبادرة. من ناحية أخرى يعني إحنا نتمنى أن مختلف القوى السياسية السودانية تجتمع وتصدر بيانا، يعني صوت الأحزاب والقوى السياسية السودانية خافت منذ 15 أبريل يوم السبت 15 أبريل لا. تاريخ اندلاع الاشتباكات. نتمنى أو نتطلع أن هذه القوى يصدر عنها بيان مجمع. يعني أنا إذا كنت يعني ذاكرتي تسعفني لم أرى خلال الأسبوعين الماضيين إلا يمكن تصريح مقتضب من حزب الأمة السوداني، لكن بدون شك دخول الأحزاب والقوى السياسية بقوة على الخط الآن ده ربما حضرتك يكون من العوامل المساعدة للإسراع. ولكن السفير حسين قبل أن ننتقل إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة، هل عندما تنطلق الرصاصات يبقى للكلمات دور أو أهمية؟ حضرتك اللي بيتصدر المشهد الآن في السودان حضرتك الجيش من جانب وقوات الدعم السريع من جانب آخر، ولا نسمع إلا بيانات يا إما صادرة عن القيادة العامة للجيش السوداني أو ردود أفعال أو بيانات أو تصريحات صادرة عن قوات الدعم السريع. لا شك إن الدور دور سياسي بارز. ده السودان، ده مستقبل السودان. مستقبل السودان لا يحدده الجيش السوداني فقط أو أي ميليشيات مسلحة أخرى، مستقبل السودان بيحدده الشعب السوداني اللي هو بيمثل الشعب السوداني هي الأحزاب والقوى السياسية بما في ذلك قوى الحرية والتغيير التي لعبت دورا ملموسا خلال الأربع سنوات الماضية. إذا لم تتحدث هذه القوى السياسية من سيتحدث بالنيابة عن الشعب السوداني؟ الشعب السوداني لا يتحدث، نحن لم نسمع أي صوت حتى الآن خلال الأسبوعين الماضيين للشعب السوداني يعاني
ويعاني ونحن سنتحدث يعني ايضا يعني حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، ارجو ان تبقى معنا في الجزء الثاني، سنتحدث عن الموقف في الداخل السوداني وايضا للقبائل، ارجو ان تبقى معنا. ومن الخرطوم ايضا السيد احمد موسى المستشار القانوني للمجلس الأعلى لنظرات البيجة، أرجو أن تبقى معنا. ونشكر من باريس الدكتور محمد ترشين الكاتب والباحث السياسي. مستمرون معكم في برنامج وراء الحدث ونتابع بعد الفاصل. عشرات القتلى ومئات الجرحى في اشتباكات قبلية بولاية غرب دارفور، ماذا بعد دخول القبائل على خط المواجهات بالسودان؟